عبارة عن خس آيسبرغ مقطع، أضفنا عليه جزر مبروش، وأضفنا عليه بندورة مقطعة، تبلناه بزيت الزيتون والليمون، ملح وفلفل أبيض، خلطناه. وهي طبعا جدا مهمة هاي السلطة، أو أي نوع سلطة مكونة من الخضار، حتى نرفع المناعة أثناء الحجر المنزلي. سلطة الآيسبرغ مع الجزر بدنا 5 أكواب خس آيسبرغ مقطع، كوب جزر مبروش، كوب بندورة مقطع، ربع كوب من عصير الليمون، ربع كوب من زيت الزيتون، ملح وفلفل. أنا عندي خس آيسبرغ زي ما قلت لكم امبارح وأنا عم بتسوق، الحمد لله لقيته، فاشتريت هيك حبة وبرشتها بالمبرشة. إشي جدا رائع. وكمان عندي هالجزرات زي ما انتم شايفين، طلعوا برضو قطعتهم، كمان منظرهم حلو، والجزر كثير مهم لهي الأيامات. وعندي هالبندورة مقطعة على شرائح رفيعة كمان، تمام بهالشكل يا سمير. تمام تمام. الآن بدنا نتبل، تتبيلة جدا بسيطة، هي من زيت الزيتون وعصير الليمون فقط لا غير، مع شوية ملح وفلفل أبيض. هاي كمان شوي من عصير الليمون، أكيد ملح يا حبايبنا. طبعا. طيب هاي كمان فلفل أبيض. والآن نبدأ نخلط هالسلطة البسيطة والسهلة، وهيك عم نمد أجسامنا بالخضار المهمة جدا بالحجر المنزلي. لازم ناكل خضار، لازم 100%. وحكوا طبعا أخصائي التغذية في مطبخ رؤية كثير عن موضوع الفواكه والخضار اللي احنا لازم انه يعني خلينا نحكي نستهلكها أكثر خلال الفترة هاي علشان المناعة.